إذن سنعلق على هذا الموضوع والسياسة البنك المركزي الياباني مع ضيفنا السيد أحمد عزام، محلل الأول لأسواق المال في مجموعة إكويتي. نحييك أحمد. دائما كنا بانتظار اجتماع المركزي الياباني والذي كان متوافق مع تراجعات الين عند 150 مقابل الدولار، وتوقعنا تدخل، لكن أبقى السياسة ثابتة مع يعني اللعب على وتيرة منحنى العائد وأيضا بعض الودائع. كيف تعلق على هذا التحفظ من قبل المركز الياباني؟ صباح الخير رولا ورندا. نعم، فيما لو ننظر إلى سياسة بنك اليابان على ما أعتقد لا يزال يتأنى، لا يزال يناظر التضخم من وجهة نظر البنك اليابان بأن التضخم هو تضخم مستورد وليس من اقتصاد اليابان، فبالتالي الثبات على أسعار الفائدة السلبية التيسيرية أيضا بالنسبة للسياسة النقدية بشكل كامل لا يزال مستمر. نعم، منحنى العوائد، تغيير النبرة لأخذ منحنى العوائد 1% لمستويات عوائد السندات لأجل 10 أعوام تغيرت من سقف إلى حد، بالتالي يعطي مجال لإمكانية ارتفاع عوائد السندات لأعلى من 1% على ما أعتقد. كنا قد ضربنا في مستويات ما يقارب 0.94 بالنسبة لعوائد السندات لأجل 10 أعوام بالنسبة لليابان. تغيير المنحنى، تغيير المصطلح من سقف إلى حد على ما أعتقد قد يعطي بعض المجال لإمكانية ارتفاع العوائد. ممكن أيضا أن نبررها بطريقة أخرى، أن بنك اليابان قد لا يتجه إلى شراءات أخرى بالنسبة للسندات، كان قد سجل عمليات أو 5 عمليات شراء للسندات للفترة الأخيرة منذ تغيير منحنى الأخير غير مجدولة كانت بالنسبة لبنك اليابان، فعلى ما أعتقد هي قد تكون بعض الإشارة لتفكيك حيثيات السياسة النقدية في الفترة القادمة. لما لا أن يبدأ بنك اليابان لتغيير النهج لتجديد السياسة النقدية في مطلع عام 2024؟ على ما أعتقد التاريخ، دائما نقرأ التاريخ للوقوف على الحاضر، دائما كان بنك اليابان ما يتجه إلى رفع أسعار الفائدة عندما ينهي الفدرالي الأمريكي دورة تجديد السياسة النقدية في آخر مرتين، فعلى ما أعتقد قد يكون الربع الأول في عام 2024 هي بداية الحكاية لتغيير السياسة النقدية في بنك اليابان. طيب يعني أحمد، كذلك كنا شاهدنا التحذيرات التي تأتينا من البنك الدولي حيال أسعار النفط، برأيك كيف رأيت هذه المخاوف المتعلقة باستمرار الصراع والتي أشار بأن البنك قد نشهد مستويات 150 دولار لبرميل النفط؟ نعم رند، على ما أعتقد أيضا ببطيات التقرير البنك الدولي على ما أعتقد هناك حيرة أيضا. بكل تأكيد التوترات الجيوسياسية دائما ما كانت تلعب دور حاسم بالنسبة لإمدادات النفط. عندما ننظر إلى الأرقام الاقتصادية بالنسبة للنفط، فبكل تأكيد التقرير البنك الدولي كان بكل تأكيد هو إشارة قوية جدا بالنسبة في الفترة الماضية عندما ننظر إليه، عندما ننظر إلى الإمدادات وتوقعاته بالنسبة للإمدادات في الفترة الماضية. نعم، طيب ارتداد لدينا داخل السوق. نعود إلى أحمد، يعني كنت وجهت له السؤال أرلا. نعم أحمد، كنا يعني آخر سؤال متعلق بتوقعاتك لأسعار الذهب، هل سيمسك فوق الـ 2010 دولارات للأونصة كما نرى اليوم؟ هل السبب يعود فقط إلى التوترات الجيوسياسية التي ستدفع إلى هذا الارتفاع؟ نعم رولا، عندما ننظر إلى التوترات الجيوسياسية بكل تأكيد هي الحيز الأكبر، تأخذ الحيز الأكبر بالنسبة للتحركات الحركة السعرية بالنسبة للذهب. عندما ننظر إلى الاقتصاديات المتواجدة بكل تأكيد اجتماع الفدرال الأمريكي يوم الأربعاء قد يكون هو إشارة كبيرة لتحركات الذهب، الميول بأن الفدرال الأمريكي قد يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة مع نبرة صقورية، نبرة تشددية. على ما أعتقد الأسئلة واضحة بالنسبة للفدرال الأمريكي، واضح بأنه لن يتخذ إمكانية تخفيض الفائدة في الفترة القادمة، بل الوعود بإمكانية رفع أسعار الفائدة. فيما لو نظرنا الحيثيات، التوترات الجيوسياسية قد تكون أحد المخاطر التي قد يضيفها على البيان، فبالتالي قراءة المخاطر الجيوسياسية قد تتجه إلى إمكانية ارتفاعات التضخم، قد يقرأها الأسواق على أنها إمكانية تجديد أسعار الفائدة في الفترة القادمة، موجة جديدة للتضخم، بالتالي إمكانية ترك الباب مفتوح لإمكانية رفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة، فبالتالي تثبيت أسعار فائدة صقوري، تثبيت أسعار فائدة تشددي مع آمال التشدد بأسعار الفائدة قد تعطي أسعار الذهب بعض الانخفاضات السعرية، بعض الميل الهبوطي، لكن بكل تأكيد التوترات الجيوسياسية فيما لو توسعت رقعتها قد تكون ضاغط أساسي على الملاذات الآمنة. رولا، شكرا جزيلا لك ضيفنا السيد أحمد عزام، محلل الأول لأسواق المال في مجموعة إكويتي جروب.